من هو بيراتل بيراق المرافق لأردوغان طوال ساعات الانقلاب؟ كل الصور التي نشرت لأردوغان منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا مساء الجمعة وحتى بعد الإعلان رسميا عن فشل الانقلاب شوهد فيها وجود شاب يلازم أردوغان. تبين أن هذا الشاب فيما بعد هو بيراتل بيراق صهر الرئيس التركي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الحالي وعضو حزب العدالة والتنمية، حيث رافق أردوغان خلال كل الأحداث الدراماتيكية التي عاشتها تركيا. بيراد ظهر برفقة أردوغان في المؤتمر الصحفي الأول في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول جالسا بجانبه، حيث التقطته الكاميرات وهو يهمس في أذن أردوغان قبل مغادرة قاعة المؤتمرات. وفي اليوم التالي سجل حضوره بجانب أردوغان مجددا أثناء الخطاب الذي ألقاه أمام الجماهير في إسطنبول مساء السبت في إحدى ساحات إسطنبول، وكان له دور في دعوة الشعب التركي للخروج إلى الشوارع، وذلك عبر تدوينة نشرها على تويتر دفاعا عن الديمقراطية ومستقبل أطفالكم. سبق لبيراد أن أثار الجدل بعد استقالة رئيس الوزراء التركي السابق داوود أوغلو، حينما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية رغبة الرئيس التركي في تعيينه رئيسا لحزب العدالة والتنمية آنذاك قبل أن يتم اختيار رئيس الوزراء الحالي علي بن يلدرم. وتشير العديد من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة في تركيا إلى أن أردوغان يثق برأي زوج ابنته إسراء إلى حد كبير ويحرص على استشارته دائما قبل اتخاذ أي قرار. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وترك تعليق والإعجاب بالفيديو. دمتم بود أحبائي. We'll be right back.